طيب أنا الظاهر عندي إن في حد داس على سرور تسجيل، فنبدأ بقى النهاردة إن شاء الله. هنتكلم عن هنكمل على ورشة المرة اللي فاتت، أو السكشن يعني بتاع المرة اللي فاتت، اللي كنا بنتكلم فيها عن حسبة المسامير. المرة اللي فاتت اتكلمنا لو في مسمار هيتركب في structure معين، ف انا محتاج اعرف المسمار ده القوة اللي بتأثر عليه، ودي بعرفها من هو بيأثر عليه قوة خارجية منين اساسا، يعني الاستراكشر بيأثر عليه قوة ايه، فهتأثر على المسمار بشكل غير مباشر ازاي، وبالتالي يبقى انا محتاج اربط المسمار ده بتورك قد ايه، وبعد كل ده بعمل له حسبة ستريسز. واتكلمنا شوية عن حاجة اسمها البراكتس بأنواعها المختلفة، وهي كانت في النهاية بتؤدي إلى إن إحنا نعرف البي اكسترنال اللي هي الأحمال الخارجية المؤثرة على المسمار. يعني هي برضو كانت بتساعدني في الدرس بتاع حسبة المسمار بشكل بطريقة أو أخرى يعني. فاللي هيحصل بقى النهارده ان احنا هنشتغل بقى على الانفنتور، يعني احنا جايين لاب، ف يعني المفروض نهتم اكتر بالانفنتور اكتر منها نظري. ده اوريدي بتسمع النظري في السكشن وفي المحاضره. اما في اللاب هنتكلم بقى شويه عن الانفنتور. احنا قدامنا دلوقتي دي نسخه انفنتور 2019، ايا كان نوع الفيرجن اللي انت هتبقى مسطبها هتلاقيها قريبة بشكل كبير جدا من 2019، طالما هي مش بعيدة قوي، طالما هي 2019، 21، 22، 18، كل الحاجات دي ما زالت الانترفيس ما زال قريب يعني. ما تحاولوش يعني تنزلوا عن 2018، يعني عشان حاجتين: اولا الانترفيس ما يختلفش كتير عن بقية زمايلكم، عشان رقم اتنين عشان لما تيجي تتخرج انت عقبال ما تتخرج هتبقى 2023 24 معرفش، فانت هتشوف السوق عندهم اساسا فيرجنز احدث واحدث، فما تحاولش ترجع اكتر من كده في الانفنتوري. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا طبعا انتوا واخدين انفنتوري قبل كده، فانا هبقى بعدي سريعا على الحاجات اللي انت عارفها، وبعد كده نخش في الحاجات اللي انت مش عارفها. باشمهندس، ايوه احنا اول مرة ناخد انفنتور احنا كنا بناخد سوليد ووركس. من انا فاكر ان في حد قال لي ان انتوا اخدتوا انفنتور او حد تاني اخد انفنتور. هو تقريبا لا جونيور عشان باور دي هما اللي الدفعة كانوا معاهم، هما اللي الدفعة خدوها. الجونيور يا باشمهندس، ايه دي الدفعة الجونيور، احنا سينيور 1 ميكاترونكس كنا واخدين سوليد ووركس. يعني في دفعة قدكم بس قسم تاني واخدين انفنتور؟ لا الدفعة اللي تحتنا الدفعة الأصغر منكم؟ اه أوكي طيب، يعني تابع معايا اللي أنا هعمله. أنا ماشي من الصفر تقريبا، يعني بدل ما همشي بريت سريع قوي أحاول أبطئ الريت شوية. انت زي ما انت شايف كده هو شبه السوليد ووركس، ان انت عندك في فايل بارت، في فايل اسمبلي، في فايل دروينج، فحاجه شبيهه باللي انت عارفه من السوليد ووركس. هدوس على فايل بارت، ما علينا من الرساله اللي جايه لي دي. تقريبا انا دوست اكتر من مره على الفايل بارت، عشان كده الرساله طلعت اكتر من مره. قبل بس ما ادوس على الفايل بارت، في هنا كونفيجر ديفولت تمبلتس، هنا بس لو انت بالانش حولها الملي، علشان يبقى شغلك بالملي من بره كده تمام. بعد كده نخش على بارت. اوكي فتحنا فايل بارت، شبه السوليد في فكرة ايه، انت عندك 3D موديل اهو، عندك الاكسترود والريفولف والسويب واللوفت وكل الكلام بتاع الاكسترود وال3D فيتشرز. بعد كده عندك الحاجات بتاعت ال2D وهكذا.
فاحنا هنشتغل عادي زي ما كنا بنشتغل في الـ في السوليد. انت عندك مثلا عايز تعمل اكسترود، فهقول له انا عايز اعمل اكسترود، فطبيعي هو فاهم، ما يقول لك اكسترود يبقى اعمل لي سكتش، يبقى كرييت سكتش، يبقى اختار لي بلين، اخترت بلين، راح وديني عمودي عليه. طب انت اختار بقى من اوامر السكتش، اختار ريكتانجل مثلا، هبدأ ان انا ارسم الريكتانجل ده. طبعا هنا في دايناميك انبوتس زيها زي الاوتوكاد اللي اخدته في اعدادي، فكره ان هو فتح لي مربعات كده ممكن اكتب فيها على طول بدل ما اروح للسمارت دايمنشنز بعد كده. فانا ممكن اقول 100 مثلا وادوس على تاب، ما ادوسش على انتر، ادوس على تاب، لان يعني انت لو دوست على انتر هيقفل لك الدايمنشنز، هيعتبر الدايمنشنز هو كاتبها دي خلاص. دوس على تاب، رحت على البوكس التاني تكتب 100 برضو مثلا، يعني دوس انتر، خلاص كده عمل لك 100 في 100. بدل ما تروح على سمارت دايمنشنز اهي، او الجنرال هنا اسمها جنرال دايمنشن، زيها زي السوليد برضو. تمام، خلاص رسمنا كده حاجة في ال 2D. نبص لها بقى في ال 3D كده. من اي جنب، المهم يعني بعد كده خلاص هقول له اكزيت سكتش، فينيش السكتش. عايز اعمل اكسترود بقى مثلا، هنخليها ب 10 مللي زي ما هي مكتوبه. طبعا الاوبشنز الموجوده دي شبه الحاجات اللي هو عايز تعملها في انهي دايركشن، الاكسترود في انهي ناحيه، ولا في الناحيتين، ولا تو اديست يعني لسيرفيس بعد كده، ولا ايه يعني، هتلاقي حاجات متشابهه جدا. فكده خلاص اوكي، انا عايز 10 مللي وشكرا على كده. فاروح بقى اسيف البارت ده في اي حته. مثلا هنا بعد كده هروح اقول له انا عايز اعمل اسمبلي. وانا بعمل ايه دلوقتي؟ انا يعني دلوقتي بعمل عايز اعمل اسمبلي واعمل ما بينهم بولت جوينت. فالاسمبلي انا عملت بليده، وهروح في الاسمبلي فايل. اوكي، فتح لي اسمبلي فايل هناك بدل ما في السوليد وورك. سوليد وركس كنت بتقول له انسرت كومبوننت، هنا اسمها بليس. انت بتدوس بليس، طبعا اول واحده اللي هي بليس بدون اي حاجه، بليس بس، اللي تحت دول مالناش دعوه بيهم دلوقتي. بليس اقول له بقى الفايل اللي انا لسه عامله اوبن. الفايل مازال لسه متحرك معاك اهو، لسه ما وقعتوش في حته. لو دوس كليك يمين يطلع لك الاوبشنز اللي عندك، تعمل لي روتيت اباوت الواي ولا الزد ولا اوكي وخلاص نزله مطرح مكان، ولا بليس ات الاوريجن. انا هقول له بليس ات الاوريجن بحيث شغلي كله يبقى عند الاوريجن. بس انا مش عاجبني بصراحه ان هو بقى في زاويه كده، فانا ايه، انا ممكن اعمل له روتيت، يعني هو نزل بزاويه انا عايزه ما يبقاش كده، فهعمل له ديليت، اعمل له ديليت، وبعد كده هعمل له بليس تاني، كليك يمين، روتيت اباوت اباوت الاكس 90 درجه كده بقى ايه، ظبط شويه. طيب هقول له بقى بليس جراوندد ات اوريجين، فكده هحطه لي عند نقطه الصفر. بعد كده اوقع واحد تاني برضو نفس البارت، اوقع تاني، مازال اقدر اوقع اكتر من بارت، مازال البارت اتاتشد اقدر اوقع منه اكتر من واحد بس. فهدوس اسكيب خلاص، شكرا، مش عايز اكتر من بارتين. نبدا بقى نعمل الميتس، هناك اسمها ميتس في ثيرد وركس، هنا اسمها كونسترين. فانا هقول له كونسترين عايز السطح ده مع السطح ده، بس هو عملها لي في وش بعض. لا انا هختار الاوبشن اللي هو ايه، ما يبقوش في وش بعض كده، نفس الاوبشنز اللي كانت عندك برضو ايه هناك. بعد كده هطلع البارت فوق شويه كده، اقول له انا عايز السطح سوري، هقول له كونسترين انا عايز السطح ده مع السطح ده. ده اوريدي احنا عملناه. طيب هقول له بقى كونسترين السطح ده
مع السطح ده برضو. اوكي apply. تمام كده. فبقى انا كده عملت له constraints او mates ما يقدرش يتحرك غير فوق وتحت. فاضل بس ان انا عشان اكمل الجوينت اعمل constraint للسطح التحتاني ده, اخليه ميت مع السطح اللي فوقيه مع السطح ده بس كده. فانا عملت الجوينت متكونه من تو بليتس مع بعض وادوس ابلاي. من اول هنا بقى انت ممكن يعني لو انت كنت عامل ثقب عادي خالص يعني هتمشي خطوات ازاي تعمل ثقب يعني هتلاقيها سهله وبسيطه بالاكسترود كات زيها زي السوليد. لو انت عامل اوريدي ثقب ممكن تيجي هنا تدوس place from content center وتختار من الستاندرد او من اللايبراري يعني هنا اسمها content center وتوقع المسمار والصامولة والوردة وكل حاجة. فانت عندك هنا ادي الستاندردز الموجودة في اللايبراري. فاحنا فين؟ احنا في الفاسنرز اللي هي الحاجات اللي بتربط يعني فاسنرز. ففي الفاسنرز عندك المسامير والصواميل والبنز والريفتس والووشرز اللي هي الورد وكده. فادوس على البولتس. احنا غالبا شغالين هيكس هيد اللي هو الرأس السداسية مثلا. خلينا ندور على حاجة ايزو كده. هو عايز ازاي فتحت التاب دي يا باشمهندس؟ معلش ما خدتش بالي دي فتحناها منين. من هنا دي كده على جنب كده كان في حاجة اسمها بليس. لو دوست على السهم اللي تحتها هتلاقي ان في بليس فروم كونتنت سنتر. تمام فانا هدوس على بليس فروم كونتنت سنتر. كونتنت سنتر دي هي اللايبراري بتاعت الانفنتور. فانا كان عندي المنظر ده كده. كان في فاستنرز, كان في فيتشرز, شيت ميتال, كان في بايب وتيوب, كل الحاجات اللي هي الستاندرد يعني. فانا ادوس على فاستنرز. الفاستنرز اللي هي مقصود بيها الحاجات اللي بيتم بيها تجميع الاسامبلي مع بعض زي البولتس زي النوتس زي البنز ريفتس ووشرز وهكذا. فادوس على البولتس. في انواع كتيره انا هختار الهكساد. في انواع برضو كتيره انا هدور على حاجه ايزو مثلا. مثلا 4016 مثلا دوس اوكي. فاختار لي مثلا البولت ده. طب هو احنا حتى هذه اللحظه انا ما اخترتش المقاس, انا بس اخترت النوع يعني. لو دوست كليك يمين او يعني سواء كليك يمين او كليك شمال يعني مش هتفرق كتير في الحدين هيوصلك انه ما انت روح بقى اختار المقاس. ما انت كل انت اخترت النوع اختار بقى المقاس. مثلا خلينا نختار ام 12 والطول. طبعا لكل ام معينه بيبقى ليها اكتر من طول. خلينا نختار مثلا اقصر طول 55 واقول له اوكي. بس فاتوقع البولت اوكي شكرا خلاص كده. فانت كده وقعت البولت. لو انت اوريدي كنت عامل ثقب فانت تقدر تعمل برضو بالكونسترينز اللي هي الميتس يعني بتاعت السوليد تعمل لها يعني توقع المسمار في المكان بتاعه وبعد كده تروح تنزل النوت من الستاندرد برضو وتنزل ووشر وتوقعهم كلهم. ده تراك ده طريق انت ممكن تمشي فيه. طبعا انت لو قلبت شوية ممكن تلاقي ابعاد تانية يعني. احنا دوسنا ايزو 4016 اوكي. لو دوسنا دلوقتي دخلني هنا يعني في شوية معلومات تانية في الصفحة دي ما كانتش موجودة في الصفحة اللي فاتت.
زي البولت هيد ويلز، الهيد هايت، وهكذا لكل مسمار بقى من المسامير المتاحة يعني. فدي برضو ممكن تفيدك وانت بتعمل سيليكشن المسمار اللي انت تستخدمه. بس فممكن نرجع بقى لل يعني خلاص اخترنا الستاندرد ده. اوكي خلاص نمسحه بقى، دي الطريقة الأولانية. اوكي فنمسحها بالطريقة بقى اللي احنا عايزين نشتغل بيها وعايزين نسلم التقرير بيها ان شاء الله. الاساينمنت هي طريقة الديزاين اكسلريتور، منها هو بيوقع المسمار بشكل اسرع والصامولة والوشر وبيرسم لك الجوينت وما بتضطرش ان انت تعمل اكسترود كات، بيسرع العملية شوية يعني. ثانيا في نفس الوقت ديزاين اكسلريتور بيحسب لك الحسابات، او مش كلها، جزء كبير منها اللي انت حسبتها في الحصه بتاعت التوتوريالز بتاعت ماده ام دي بي 211، الحسابات اللي انت حسبتها بالقلم والورقه ممكن يحسب لك نصها مثلا. بس في يعني في مرحله ما انت لازم تحسب انت بنفسك بالقلم والورقه، هتفهم دلوقتي. ديزاين هتدوس على التاب اللي فوق اسمها ديزاين، اول واحده على الشمال خالص بولتد كونكشن، اول تاب اسمها بولتد كونكشن هندوس عليها. بيقول ان انت لازم تسيف الاول الاسمبلي، هقول اوكي فهعمل له سيفين وخلاص. فتح لي بقى البولتد كونكشن كومبوننت جنريتور. فاول حاجه بيسالها يعني انت عايز الجوينت دي تكون جوينت بالمنظر اللي فوق ده ولا جوينت بالمنظر اللي تحت ده. المنظر اللي فوق ده حتى لو وقفنا اهو كاتب لك ثرو اول كونكشن تايب، اول هولز ار بيرفكت ار دريلد ثرو هول ماتيريال، بمعنى ايه؟ ان هو الثقب نفادي من فوق لتحت، تمام، وبالتالي هتركب مسمار ايه، مسمار برضو ثرو بولت. لكن اللي تحت بلايند كونكشن تايب، the last hole is blind، بمعنى انه فوق هيبقى المسمار نفادي بس في الجزء التحتاني المسمار مش هيبقى نفادي، يعني هيكمل من فوق لتحت وهيخش في الثقب اللي تحت، هتبدأ انت تقرط المسمار والاسنان بتبدأ ان هي تلف داخل السبيسمن اللي تحت او البارت التاني اللي تحت. ودي احنا قلنا السكشن اللي فات بتستخدم امتى؟ لو كان البارت اللي تحت ده كبير شويتين، فلو هو كبير شويتين انت مش هينفع بقى تجيب مسمار طويل ملهاش لازمه، فانت هتستخدم التاب بولت احسن او الستاد افضل من الثرو بولت. نرجع تاني، فاحنا مثلا دلوقتي هنختار الثرو اول، فاخترت الثرو اول تمام. بعد كده بيقول لي طيب انت البليسمنت بقى، العنوان هنا البليسمنت، فين الموقع البوزيشن بالظبط بتاع المسمار. ففي اوبشنز عديده، انت ممكن تقول له المسافه بتاعه المسمار من 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 اماكن مختلفه وتبدا تحددها بعلاقات او بمسافات لينير، ده اللي احنا هنشتغل عليه. او ان انت يبقى في عندك ثقب مثلا وتقول له انه المسمار كونسنتريك مع الثقب ده، او في بوينت معينه، يعني في اكتر من اوبشن، بس احنا هنشتغل اللينير. فاول حاجه بيطلبها مني ستارت بلين، هيبدا منين الفتحه، هتبدا منين؟ هتبدا من هنا. طيب تاني هو بيروح على طول على تاني ريكويرمنت او تاني مطلوب اللينير ايدج 1، اقول له لينير ايدج 1 اللي هو ده، يقول لي طب على مسافه قد ايه التوب، هيبقى اقول له مثلا على مسافه خلينا نقول 50 مثلا. طيب هو هيروح دايركتلي على طول بشكل مباشر على عايز بقى لينير ايدج 2، هقول له والله لينير ايدج 2 هيبقى ده برضو مثلا 50. طيب يقول لي بقى التيرمينيشن، فين نهايه الجوينت ديت، هقول له مثلا السطح التحتاني ده. وانا بفضل من اللحظه دي بقى ابدا ان انا ابص بشكل عمودي على الجوينت، بحيث ابص بالمنظر ده كده اللي هو يعني واضح اكتر بالنسبه لي الجوينت. وان هو هي باللون الاحمر حاليا، طبعا الجوينت ظهرت على اليمين اهي، بيقول لك ان انا فتحت لك ثقب عايز جريد هول
بفتحة 8 مللي، وفتحها مرتين، فتحها في الجوينت اللي فوق او النص جوينت اللي فوق والبورت اللي تحت. فانا دلوقتي هو عاملها ليه باللون الاحمر؟ لانه الديامتر هنا مكتوب ربع مللي، فكل بس اللي انا هعمله ان انا يعني هختار له حاجه اكبر من الثمانيه، لانه هو بيبقى عنده مشكله في الارقام الاصغر من المكتوب قدامه اكتر، بس كده خلاص. لو صغرت تاني ما فيش مشكله مع ولا ايه؟ خلينا نختار مثلا 10، ثمانية، ستة. عنده مشكلة في أقل من ال هو غالبا مش عنده مشكلة في السبعة، في الأرقام الأقل من ثمانية، وعنده مشكلة في السبعة تحديدا. يمكن يكون الستاندرد ما فيهوش سبعة يعني، خلينا نختار ال10. وهي دي ميزه الديزاين اكسلريتور، ان هو ماشي بالستاندرد كمان، مش بيألف من عنده، بحيث لما تنزل تشتري حاجه من المحل اللي هو بيبيع الستاندرد تلاقي الحاجات موجوده يعني. فخلاص مثلا قلت له الثقب او سوري ده 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 ثريد، ده مسمار الثريد الدامتر او الام 10، ام 10. راح فتح لي فتحه كام؟ راح فتح لي فتحه 11 زي ما انت شايف كده مكتوب، الفتحه مفتوحه 11. ليه؟ لان انت عارف ان انت لما بتدخل المسمار في فتحه مش ملوظه، لا انت عارف من رسم اولى احنا بنفتحها فتحه اكبر منها شويه، فهو هنا بيعتبرها ايه؟ نص ملي. نص ملي داير ان داير تديك 1 ملي، فهو كده ايه بقى الثقب المفتوح اساسا 11 ملي. طيب نغيرها منين؟ افرض انت لا انت مش عاجبك، انت عايز الثقب بالظبط على قد الام او على قد الالوظ بالظبط ديامتر، انت تقدر ان انت تغيرها من هنا، تيجي هنا تدوس تقول له لا انا مش عايز النورمال، انا عايزه كلوز كلوز يعني اصغر بقى كمان، يبقى 10 ونص، يبقى سايب لك ربع ملي داير ان داير وخلاص. لا عايزه لوز اكبر، فهيبقى سايب لك 1 ملي داير ان داير يسمعه معاك في 2 ملي يعني، وهكذا. ففي اكتر من اوبشن، احنا نختار النورمال وهنشتغل بيه. هنتاكد بس ان احنا نورمال فوق وتحت في التو جوينت، في التو بارتس بتاع الجوينت. لو عايز تلغي الجوينتس او مش عايز تلغي الجوينتس، ثواني، لو عايز بقى تبدا ان انت لو عايز تبدا ان انت تزود المسمار، فبتدوس هنا على كليك تو اد فاستنر، كليك تو اد فاستنر، كل اللي احنا عملناه راح ولا ايه؟ تاني على السريع اهو، اخترنا النوع ده لينير ستارت بلين، ادي الستارت بلين، ادي الايدج الاولاني على بعد 50، ادي الايدج التاني على بعد 50، ترمينيشن نهاية هنا، نختار له 8، عايزين ام 10، سوري ام 10، بقى نورمال نورمال تمام. ما تدوسش اوكي، ما انت لسه يا دوب عملت الجوينتس. نكمل بقى نقول له عايزين، هو بيظهر لك هنا كليك تو اد فاستنر، فاقول له اوكي ماشي ندوس عليها. انا عايز بولت، نوع البولت ده ايه بقى؟ هيكس هيد بولت مثلا. تعالوا نختار برضو الايزو 4016 برضو، فيبدا يظهره لك باللون الاخضر اهو. بعد كده هتلاقي فيه هنا كليك تو از فاستنر، لو دوست هنا مش هيبقى مسمار بقى، هيبقى ورده، لانه طبيعي اللي تحت راس المسمار مش هينفع تبقى مسمار تاني، ولا هينفع يبقى صنبله، ممكن يبقى ورده. فتعالى نختار الورده دي مثلا، زي ما شايف كده بيوقع لك ورده هنا. لو دوست هنا تاني هيطلع لك ورده تاني، ما ينفعش تحط حاجه تحت راس المسمار وقبل الجوينت اللي تحت راس المسمار، حاجه ما بين الاتنين كده غير ما تكون ورده. لكن لو دوست على كليك تو اد فاستنر اللي هي تحت دي هيطلع لك ايه بقى؟
يطلع لك الاول ورده، او انت ممكن تغيرها تقول لا انا مش عايز ورده، انا عايز نطس على طول اللي هي صواميل على طول. فلو والله لو انت عايز ورده الاول فخلاص تمام، دوس تاني كليك تو اد فاستنر تاني، ساعتها هو خلاص انت حطيت ورده، فهو الديفولت ان هو هيوديك على النطس بقى. ممكن تختار شكل النط اللي انت عايزها، فقاعة النط حاجة بالمنظر ده مثلا. طيب لنفترض ان انت الطول بتاع المسمار كان خلص، وانت بس يعني وانت عمال تضيف الاضافات دي، فانت ممكن تطول المسمار من هنا. طبعا انا مش قادر اقصر اكتر من كده، لانه واضح ان الستاندرد بتاعه مثلا ده اقصر حاجة فيه، فانت ممكن تطول اكتر من كده. هو لما انت بتطوله بيسمع معاك في في الارقام اللي بس كده تو سبلاي. فكده هو راح رسم لي المسمار والوردة، ومن الناحية التانية من تحت تقدر تشوف هو رسم لي برضو وردة وصامولة وتكملة المسمار. بس لو قربنا شوية تلاحظ ان المسمار الألوز اللي مرسوم عليه اللي هو الشيدد ثريد اللي انتوا كنتوا بترسموه في سوليد ووركس، يعني سوليد ووركس كأنه رسمة مسمار او رسمة ألوز، بس هي انت مش 3D، مش 3D شيب يعني. اوكي مجرد شكل كده، ويعني حتى لو انت رحت عملته من السنتر من هنا بليس فروم كونتنت سنتر، برضه هيطلع لك الستاندرد، هي مسامير كلها شكل بس من بره تمام، لكن هو مش مقطع فيها اسنان المسمار ولا حاجه. طيب بعد كده بقى هو كده ساعدني ان هو رسم الحاجه بشكل سريع وتقب للتقب. طب اتاكد من ان هو تقب تقب، ممكن مثلا نعمل سيكشن فيو. فعشان نعمل سيكشن فيو محتاج نعمل بلين، فهقول له عايز اعمل بلين، كرييت بلين زي السوليد برضو. بلين اوفست، من السطح ده مثلا، وهقول له ماينس 50. ليه؟ لان احنا اوريدي كنا عند ال 50 بس، فعملنا بلين هنا اهو. البلين ده بقى انا هاجي في الفيو وهقول له انا عايز عايز اعمل سيكشن اوف سيكشن عند السطح ده دوس اوكي، وبالتالي اقدر ان انا اشوف بالمنظر ده كده الاسنان المسمار يعني والتقب ازاي ان هو عامل لي تقب يعني. لو قربنا شوية تقدر تلاحظ انه في فعلا مسافة ما بين المسمار وما بين الجوينت. لو ملنا بزاوية شوية ممكن برضو تبقى واضحة شوية كمان بالمنظر ده كده. البلين ده ممكن نخفيه حاجة بالمنظر ده زي ما انت شايف. برضو الوشر في مسافة ما بينها وما بين المسمار زيها زي الجوينت، لازم يكون في مسافة ما بينها وبين المسمار تمام كده. بعد كده خلاص احنا اتأكدنا من اللي احنا عايزين نتأكد منه، فاحنا ممكن نقفل السكشن فيو. نكمل بقى في الديزاين اكسلريتور. طبعا مش هنفتح الديزاين اكسلريتور من الاول تاني، احنا هنيجي هنا بس في البولت جوينت كليك يمين في التري على الشمال ونقول له edit using design accelerator عشان نكمل نستفيد. هنستفيد منه ايه تاني؟ خلاص احنا استفدنا منه، اول استفدنا ان هو انجز لنا يعني ال 3D CAD model. طب وبعدين هيفيدني في ايه تاني؟ ممكن اخش بقى على الكالكوليشن الاستاتيك، وهلاقي هنا في الكالكوليشنز ان هو بيطلب شويه انبوتس وبيطلع لي شويه ريزلتس على اليمين اهو. الانبوتس تعالوا نتكلم عنها الاول. اول حاجه بيبقى طالب مني الماكسيمم او الماكسيمال اكسيال فورس، ودي المقصود بيها الاكسترنال فورس اللي احنا قعدنا نتكلم فيها المره اللي فاتت
في الآخر شويتين كده درس اسمه البراكتس، وأكيد سمعته في المحاضرة وفي السكشن توتوريالز، الاكسترنال فورس. بس هو هنا مقسمها نصين، الأكسيال لوحدها والتانجنت لوحدها. التانجنت اللي انت كنت بتروح برضو تقسمها على ميو فتحولها إلى أكسيال، بس هو هنا هيطلب الميو لوحدها ويروح هو يحسب يعمل الحسبة اللي انت كنت بتعملها. فانت لو عندك أكسيال سيبه أكسيال، ولو عندك تانجنت أو فريكشن سيبها فريكشن، وهو هيحولها مع نفسه. فده كده الاكسترنال فورس هنسيبها زي ما هي وخلاص، وادي التانجنشال. التايتنس فاكتور دي المقصود بيها لو انت عايز تعمل سيفتي فاكتور زيادة على التايتنينج تورك، اللي هي تي كابيتال تساوي تي 1 زائد تي 2. التي كابيتال دي بقى لو انت عايز تعملها سيفتي فاكتور لوحدها غير السيفتي فاكتور اللي انت عملته جوه الحسبة بتاعت الاستريسز، غير اي سيفتي فاكتور تاني، يعني ده سيفتي فاكتور جديد، يعني هو بيعتبره واحد ونص، نسيبه زي ما هو. الفورس انبوت فاكتور اللي هي السطر الرابع ده بيقول لك المسمار، هل كل المسمار متعرض الى شد ولا جزء بس من المسمار ولا ايه بالظبط. دي احنا بنعتبر ان المسمار كله بيتعرض، يعني او الجزء ما بين راس المسمار وما بين راس الصامولة كل ده بيتعرض الى شد، فاحنا يعني هنسيبها واحد، يعني هنحولها لواحد. طبعا في اوبشنز تانية ممكن ما تبقاش واحد، انت ممكن تخش بقى على الويب سايت بتاع اوتوديسك على الانفنتور او عن طريق الهيلب هنا بتاع البرنامج، ويعني وتقرا اكتر هو بيبقى شارح جوه الويب سايت عن كل بارامتر من دول، الاوبشنز التانية اللي انت ممكن تختارها وهو يقصد ايه وهكذا، شرح مستفيض اكتر. بعد كده السطر الخامس اللي هو جوينت فريكشن فاكتور، اللي هو الفريكشن كوفيشنت، وبعد كده هنسيبها زي ما هي. بعد كده required safety factor، انت عايز safety factor قد ايه في الحسبة دي، فبرضو مكتوب مثلا 3، برضو خلينا كده نسيبها زي ما هي. خش بقى على العمود التاني، اولا بيطلب عايز البليت ماتيريال، فهندوس على التشيك بوكس ده. عندك بقى ماتيريالز مختلفة، وبيبدأ يقول لك أول حاجة كل ماتيريال بيديك البروبرتيز بتاعتها، بداية من هنا مثلا التنسايل سترينث، أول ما دوس مطاف على حاجة يبدأ يظهر لك هي عبارة عن إيه، حتى لو أنت مش فاهم الرمز ده تقف عليها ثانيتين كده هيبدأ يظهر لك بوكس مكتوب هي عبارة عن التنسايل، اليلد سترينث، الهاردنس، مودرس اوف الاستيسي وهكذا. فخلينا مثلا نختار اول واحد ده وخلاص، اللي هو اليانجست مودرس بتاعه اهو، تمام هنقول له اوكي مفيش مشكله. الفانكشنال لينس هو ده انت مش هتقدر تلعب فيه، يعني ليه بقى؟ لانه زي ما انت شايف كده هو كمان كاتب دريفن فاليو، ما بين قوسين دريفن فاليو، فهو ده اوريدي دي حاجة انت ما تقدرش تتحكم فيها خلاص، انت اوريدي هو بيحسبها من الجيومتري اللي انت عامله والوشر اللي انت حطيتها، بيبدأ يحسب اللينس كله على بعض زي ما انت شايف كده على الشمال، بيحسب اللينس ده كله. دي حاجة خلاص انت اخترت يعني الجوينت سيكنس كام والوشر سيكنس كام والكلام ده كله. بعد كده النمبر اوف بولتس، انت في عندك بولت واحد ولا اكتر من بولت، هو بولت واحد هو اللي شايل اللود ده كله. بعد كده الثريد دايمتر 10، بعد كده البيتش مش عارف ايه كل الكلام ده، دي حاجات برضو ليها علاقه بالجيومتري بس دي دريفن برضو مش هتعرف تلعب فيها. بعد كده بالنسبه للبولت ماتيريال نفس الحكايه كانت فوق، انا اختار برضو مثلا اول حاجه تظهر لي اهي، ولو كملت هتلاقي الالاوبل ثريد بريشر دي طبعا اسنان الاسنان بتاعه المسمار والاسنان بتاعه الصاموله بتبقى ضغطه على بعضها،
فاحنا هنا هوت يعني مش قيمته يمكن لسه ما حسبتوهاش او ما شفتوش الحسبة بتاعتها بتتعمل ازاي بالنسبة للمسامير العادية، بس بالنسبة للباور سكرو لما هتاخدوه في المحاضرة او السكشن هتبدأ تشوف ان احنا لا ده انت هتحسبها وتروح تقارنها في الجداول بماتيريال بروبرتي جديدة هتتعرف عليها حاجة اسمها الالاوبل تريد بريشر او البيرنج بريشر او الكراشنج ستريس. يعني في واحدة بتبقى في حالة الحركة المستمرة يعني سطحين بيضغطوا على بعض بس في ما بينهم حركة دايناميك يعني يعني في فريكشن وضغط في نفس الوقت او في ضغط بس ما فيش فريكشن. فاحنا في حالتنا دي خلاص لا ما فيش حركة يعني دائما انت خلاص ضغط خلاص. ف انت دلوقتي الرقم ده بتقدر ان انت تخش تجيبه من الجداول حسب البولت النوع اللي انت اخترته، والجداول دي برضو موجودة على الويب سايت بتاع الانفنتور الاوتوديسك انفنتور. هو اوريدي مختار لك البولت يعني احنا اخترنا البولت الاولاني لو ده لو كتبنا لو اخترنا ماتيريال التانية لا دي قريبة قوي منها ما فرقتش كتير مثلا دي هي ما فرقتش معايا. احنا دوسنا انا دوست كده انتر ما كانش مفروض دوس انتر. نرجع تاني edit نرجع تاني calculations كل الكلام ده احنا قلناه كل الكلام كنا هنا تمام. فانا رجعها 40 تاني. الفريكشن ما بين الثريد وال بتاع المسمار والصامولة والفريكشن ما بين المسمار ورأس المسمار والسطح التحتاني. فممكن تدوس بقى كالكوليت لو الدنيا مظبوطة وما فيش يعني حاجة يعني هتبوظ منه هو بيحسب او حاجه مش سيف فالدنيا المفروض تطلع عندك هنا باللون الازرق، لكن لو في حاجه مش سيف هتطلع باللون الاحمر زي ما انت شايف كده كاتب لك calculation indicates design compliance. تمام يعني بيقول لك ما حصلش ان في حاجه سيفتي بايظه ولا حاجه. فلو بصيت على الريزلتس هنا اول حاجه بيطلع لك البري ستريس فورس اللي هي الانيشال تنشن اللي انت كنت بتروح تحسبه من الجراف بتاع حسبه المسمار اللي هو سي بي والسي جي سي جي اللي هو انت كنت بتقعد تحسبه يعني وتقعد ترسم له الجراف وتجيب الانيشال تنشن على المسمار هو حسبه لك يعني. فدي حاجه ظريفه يعني راح حسب لي الحاجه انا كنت بحسبها بالورقه والقلم. لحظه واحده يا شباب اركب الباور عشان هيفصل مني. طيب كان بعد كده الوركينج فورس اللي هي الفورس بعد ما حصل فيه اكسترنال بقى فورس يبقى انت زودت الفورس على المسمار اللي هي كانت جزء من البي اكسترنال. بعد كده التايتنينج تورك اللي انت برضو اللي هي تي كابيتال تساوي تي واحد تي اتنين روح حسبها لك هو. بعد كده التنسايل ستريس اللي على المسمار برضو انت كنت بتروح تحسبه بنفسك هو حسبه. بعد كده التورشنال ستريس نفس الكلام اللي هو التاو. بعد كده بيبدأ يعمل كومباينيشن ما بين التنسايل وما بين الشير ستريس اللي انت رحت حسبتهم اللي هو torsional stress يعني هنا عملوا combination بطريقتين. في طريقة اللي هي اللي هي von Mises زي ما احنا عملناها وفي طريقة تانية بيسميها reduced stress بيتأكد بس ان بالطريقتين ان هي تبقى سيف. هي طالما ما ظهرش باللون الاحمر يبقى هي ايه ما زالت سيف. والthread pressure برضو واضح ان هو سيف
لان هو اقل من القيمه اللي انت حاططها اساسا. وبعد كده الكالكوليتد سيفتي فاكتور بخمسه، انت كنت طالب سيفتي فاكتور ثلاثه، لا هي دي طلعت اكتر كمان من اللازم، فانت مش محتاج ان انت يعني انت ما زلت وضع سيف. لو هي كانت اقل من كده كانت هتبقى هي دي المشكله يعني. خلينا نجرب نعمل مشكلة كده مثلا، نخليها هنا صفر كمان. طلع لك كل دنيا حمراء بقى، كل حاجة في مشكلة عنده، انه انت طالب سيفتي فاكتور مثلا 3، ولا طلع لك سيفتي فاكتور، لا سيفتي فاكتور قليل يعني، مش هنوصل ل3 دي. فلا عنده مشكلة، عنده أزمة في الموضوع ده. لو رجعنا تاني خلاص رجع تاني للوضع الطبيعي. ما لو جيت دي كده الحسابات اللي هي الاستاتيك. هل اخذنا في السكشن حسابات الديناميك على المسمار؟ لا لسه يا باشمهندس. طيب عشان كده كده الورشة السكشن النهاردة ما فيهوش حاجات كتيرة تتقال، فهقولها بالمرة. وأوريدي أنا متخيل إن أنت هتبقى شفت حاجة زي اللي أنا هقولها دلوقتي، يعني فاتيج عموما، عشان تبقى شفتها بس هنا بتتعمل منين. طبعا أنا لجة لو جيت دوست على الفاتيج كالكوليشن، تعرفين يعني إيه فاتيج عموما صح؟ الفاتيج فاتيج فيلر صح؟ معايا باشمهندسين ولا ايه؟ يا باشمهندس، الفتيج هو بيتعرض لحمل مستمر لمدة طويلة، فبالتالي هو يعني الحمل ده هو بيتعرض له في العادي ما عندوش مشكلة، أما لما الحمل ده بيفضل مستمر بيبقى مع الوقت بيعمل كسر. والفتيج المقصود بيه حمل سايكليك، بمعنى انه احيانا مثلا يكون بلس 700 نيوتن، احيانا يكون بلس 200 نيوتن، وطالع نازل بقى ما بين ال 700 نيوتن ما بين ال 200 نيوتن رايح جاي. ممكن يكون سايكليك بس تنشن، او ممكن يكون سايكليك تنشن كومبريشن، يعني مره يكون بلس 700 نيوتن مرة يكون ماينس 700 نيوتن رايح جاي ما بين كومبريشن وتنشن. فهو ممكن يكون كل الساينسويدال شيب بتاعه او كل الحمل في ناحية التنشن، او ممكن كله ناحية الكومبريشن، او ممكن يكون ما بين الكومبريشن والتنشن. المشكلة اللي بتحصل انه حتى لو التنشن ده ما يسببش فيلر للماتيريال، وان الماتيريال اساسا اقوى بكتير من ال 700 نيوتن دول، بس مع الوقت نتيجه لان هو سايكليك لود بيعمل لي فيلر، يعني بيبدا يطلع لي كراكس صغيره. الكراكس دي بتبدا تبروباجيت، تبدا تكبر وتبدا بعد كده تكسر الماتيريال، بتبدا ان هي تشرخ اكتر واكتر وتكبر وتكبر لحد ما بيحصل فيلر النهائي، مع ان انت اساسا اللود بتاعك من الحسبه الاستاتيك كان مظبوط زي الفل مفيش اي حاجه يعني. فهنا ظهرت بقى الفاتيج فيلر، انه الحاجه لما بتتعرض لاحمال سايكليك يعني بشكل طالع نازل طالع نازل طالع زي ما حكينا من شويه، بتبدا تتكون بذور كده للكراكس، كراكس صغيره جدا تبدا تكبر مع الوقت، تبدا تفتح. وعشان الكراكس دي تفتح بيحتاج تنشن، فانا ببقى قلقان اساسا لو هو تنشن يعني. هو لو كومبريشن بس مفيش مشكله قوي يعني، بتبقى المشكلة لو السايكليك لود ده تنشن، ده اللي بيقلقني شوية. ف لو جيت دوست دلوقتي على فاتيك كالكوليشن مش ترضى تفتح، لكن لو جيت هنا على اليمين وقلت له انيبل الفاتيك كالكوليشن هتلاقيه بتفتح عادي، مش مشكلة خالص. طبعا في طرق كتيرة في فاتيك سترينث كالكوليشن ميثودز، في اكتر من نوع، احنا هنشتغل بالنوع اللي انا اعتقد ان انتوا ممكن تكونوا اشتغلتوا بيه في كورس قبل كده اخدتوه، اللي هو السودربيرج ميثود، اللي هي عبارة عن اكس اكسس واي اكسس بالمنظر ده. على الاكس اكسس بتبدأ ان انت
توقع نقطة اسمها نقطة الـ yield strength، وعلى الـ y axis بتبدأ توقع الـ endurance limit بتاع الـ material، ودي material property برضو زيها زي الـ yield strength. غالبا يعني بتكون نص الـ ultimate tensile strength. في علاقات يعني ما بين الـ material properties دي، وتبدأ توقعها على الواي اكسس وتوصل ما بينهم بخط كده. اوريدي هو عامل لك الكلام ده كله، لان انت مديله ماتيريال فهو عامل الكلام ده كله. وبعد كده تيجي من نقطه الاوريجن، بتحط النقطه عند نقطه الاوريجن، محتاجين نقطه تانية، فبيبقى عندك في نقطه تانية هنا بتوقعها. هتوقعها ازاي؟ محتاج اكس وواي، بتوقعها بحسبه السيجما مين والسيجما فاريانت. سيجما مين اللي هي اعلى فورس واقل فورس من السايكليك لود. احنا مثلا قلنا مثلا من شويه 700 و200 نيوتن، في يبقى 700 زائد 200 على 2، وتوقعها هنا في المين، وتجيب 700 ناقص 200 على 2، دي كده الفاريانت ستريس. وتوقع النقطه هنا وتوصل ما بين نقطه الاوريجين والنقطه دي وتمد الخط على استقامته. كده انت رسمت خط مستقيم. لو النقطة اللي انت جبتها الـ X والـ Y بالسيجما مين وسيجما فاريانت دي جبتها قبل الخط الأحمر ده، يبقى انت سيف. لو انت بعد يبقى انت مش سيف. طب لو انت سيف يبقى سيف بقد ايه؟ فهنا بتيجي فكرة safety factor في الفاتيج calculation. هل الكلام اللي انا قلته ده اخدته قبل كده؟ لا لا ما خدناهوش. تمام اوكي. طيب اديك عرفت المعلومه يعني، واسال عنها اكتر في المحاضره ان شاء الله تاخدوها يعني السنه دي في المحاضره وفي السكشن. بس يعني ده فكره سريعه عن الفاتيج. احنا فاهمين يعني فاتيج، احنا بس عايزين نعرف بقى لما اقول لك انه في سايكليك لود على ستراكشر بيتراوح ما بين كذا وكذا، اعرف منين اذا كنت انا سيف ولا لا؟ ففي ميثودز كتير، احنا قلنا هنشتغل بطريقه اسمها سودربرج ميثود. فاجي هنا اقول له والله انا ما بين 100 نيوتن مثلا، بتحرك ما بين 100 نيوتن ومثلا اي حاجه 50 نيوتن. تمام، بقيه الحاجات هسيبها زي ما هي، مش هنلعب فيها. وقول له كالكوليت. فالدنيا سيف، مفيش اي مشكلة. والسيفتي يعني في سيفتي فاكتور كويس جدا. يعني طلع الموضوع سيف بالنسبة لنا دلوقتي، لكن لو خليتها صفر كمان مثلا برضو مازال سيف، بس السيفتي فاكتور الكالكوليتد سيفتي ديجري يعني مسميها ديجري قلت شوية لو خليتها 10,000 مثلا. لا بدأ يقول لك لا معلش بقى، هو كده السيفتي فاكتور انت طالب مثلا سيفتي فاكتور 2.5، لا انت احنا مش محصلين 1.5، فعمل لك علامة حمراء هنا على السيفتي فاكتور. تمام كده شباب؟ هل في حد عنده مشكلة؟ طب في حد معايا أساسا؟ لا ما فيش مشكلة. تمام تمام يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. طيب ده كده الفاتيك كالكوليشن والستاتيك كالكوليشن، او خلينا نقول الديناميك اللي هي اللي احنا فيها دلوقتي، وقبلها كانت الستاتيك كالكوليشن. كشرح محتوى هو قليل المره دي شويه، فيعني المفترض انه بدايه من دلوقتي انت تقدر ان انت تحل الشيت بتاع اللاب، وهو شيت مختلف عن
الشيت اللي انت بتاخده في التوتوريال. فاحنا ممكن بعرف نفتحه مثلا دلوقتي كده ونبص عليه بما ان معانا وقت. ممكن نفتح الشيت بتاعنا بتاع المادة دي. يا باشمهندس. ايوه. كنت بس انا جيت متأخر 10 دقايق كده ما شفتش حضرتك جبت البليت ازاي. البليت. هو البليتس جبتها زي ما انت بتشتغل في السوليد ووركس، بمعنى انه انا رحت رسمتها في فايل ستاندرد. طبعا الستاندرد هنا دوت اي بي تي، اي بي تي اللي هو انفنتور بارت، وهنا ستاندرد دوت اي ام اللي هو انفنتور اسمبلي. فده الفايل بتاع البارت وده الفايل بتاع الاسمبلي. تمام، فهدوس على البارت. اوكي، فتح لي فايل. اقول له عايز اعمل اكسترود، هيقول لي روح ارسم 2 دي سكتش، اختار بلين ارسم عليه، ارسم له ريكتانجل. اخترت ريكتانجل ان انا ارسمه بنقطه المنتصف، رسمت ريكتانجل ادي له الابعاد بتاعته، او من الاول بالبوكسات اللي كانت ظاهره تبدا تدي الابعاد بالديناميك inputs زي ما كنت بتعمل في اوتوكاد اعدادي، بس مش مشكله. ندي الابعاد دلوقتي اهو بالسمارت دايمنشنز او بالدايمنشنز. اديت الابعاد، اقول له فينيش، اقول له عايز اعمل اكسترود بالمسافه الفلانيه في الاتجاه الفلاني. اوكي، فكده عملت البليت دي وسيفتها ورحت فتحت فايل assembly. بجيت في فايل assembly دوست place، فتحت البارت، قلت له اوكي. معايا ولا ايه؟ تمام كده ولا اكمل ولا انت وصلت؟ تمام معاك يا باشمهندس. يعني من لغايه اكمل ولا انت خلاص كده كنت معانا من اول هنا؟ لا، هو وبعد كده حضرتك كنت بتجيب البولتس برضه صح؟ انت ما جيتش برضه في حته البولتس. طب خلينا نسيف الفايل ده، نسيف الفايل ده، سيف. اقول له عايز اعمل اسمبلي. اوكي، هنا بدل انسرت كومبوننت في السوليد هنا بقول له بليس بارت 6. ما زال هو متحرك معايا البارت، كليك يمين. جراوند ات اوريجين عشان عايزها تكون عند الاوريجين، بس واضح ان هي نزلت ايه يعني بزاويه 90 درجه وانا مش عاجبني كده، فهمسحه واجي اقول له بليس تاني. بليس نفس البارت. اوكي، كليك يمين، لففه لي 90 درجه حوالين الاكس. Place grounded at origin. بعد كده ما زال البارت مفعل معايا مع الماوس، فهوقعه تاني وكفايه كده بقى، اقول له اوكي. بعد كده هنا الميتس اللي اسمها constrain، بس constrain السطح ده مع السطح ده، بس هي بقت ايه، بقت في وش بعض، فاقول له لا انا عايزهم بالمنظر ده كده. apply، بعد كده اقول له انا عايز السطح ده، يعني اوكي هقول له عايز السطح ده constrain السطح ده مع السطح ده، برضه نفس الكلام. اوكي، هما تقريبا لازم بقى تمام صح بين البارت ده بين البارت ده اهو، بس بقى عندي بارت تاني اهو، بس البارت ده كونسترين ما بيقدرش يتحرك غير حركه معينه. انا هخليه كونسترين اكتر كمان، هعمل له ميت او كونسترين كده بالمنظر ده. فكده عملت التو بليتس فوق بعض، تو بليتس فوق بعض. حضرت من اول هنا، ما دخلنا بقى بعد كده بليس فروم كونتنت سنتر اللي هي اللايبراري بتاعت البرنامج، وتقدر زي ما كنت بتشغل اللايبراري بتاعت السوليد ووركس تخش على فاستنرز نوع البولت اللي انت عايزه. مثلا هنا اخترنا ايزو 4016. اوكي،
كليك يمين او شمال مش تفرق، لو دوست كليك يمين ابلاي او كليك شمال بيفتح لك في نهايه الامر مستطيل. طبعا هو كليك يمين ابلاي فتح لي مستطيل مختلف شويه لو تلاحظوا، يعني قبل كده ما كنا بندوس على كليك شمال كان بيفتح لي مستطيل مختلف، بس في نهايه الامر هو عباره عن مستطيل فيه الانواع المسميه يعني ام كذا ام كذا ام كذا، قدامها اللينز الام 6 مثلا في 2 لينز 3 لينز اكتر من نوع اكتر من لينز يعني، وكمان عندك البارت اكتر من توصيف يعني، قدام شويه ممكن تلاقي البيتش قدام شويه بس هو عشان بطيء شويه هنا قدام اهو الثريد بيتش الثريد بيتش الهيد الهيد ويتس وهكذا، في شويه توصيفات. فطبعا يعني احنا اكيد مش عايزين الام 6 احنا عايزين الام 10 مثلا، اقول له اوكي فخلاص وقعه لي على الماوس اقدر ان انا اوقعه في اي مكان اهو وخلاص بس فكده معايا المسمار. لو كنت بقى عملت كليك شمال بيظهر لي بوكس مختلف بس في نهاية الأمر برضو بقدر ان انا اختار منه التوصيف بتاع المسمار اللي انا عايزه. دوكس كليك شمال فالبوكس ده مثلا اختار ام 10 برضو ادي الأطوال المتاحة بالنسبة لي، اختار مثلا أصل حاجة عندك بقى يعني حاجة شبه الجدول اللي فات ده بس يعني ظاهرة بشكل مختلف يعني عمل لها برزنتيشن بطريقة مختلفة بس كده. فانت ممكن تجيبها من لايبراري او من ديزاين اكسلريتور وتبدا تخلي ديزاين اكسلريتور يبدا يوقع لك البولت جوينت وبعد كده تعمل لها حسبه الاستاتيك والديناميك. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. اوكي نبص بقى بصه سريعه كده على ال مش عارف هيبقى عندي ولا لحظه افتح الشيت ممكن بس الشيت اللي يكون عندي يكون آدم عن الشيت اللي عندك يعني انت ملتزم بالشيت اللي معاك او اللي نزل لك على ال ام اس بس هما مسألتين نفس المسألتين يعني. لحظة واحدة افتحهم هعملها شير سكرين بقى فمثلا احد المسائل هيقول لك باستخدام الاوتوديسك انفنتور مطلوب منك ان انت تعمل ديزاين لبولتك كونكشن عشان تثبت كفر على بريشر فيزل ليها السبيسيفيكيشنز الاتيه. السبيسيفيكيشنز هي ان القطر الداخلي كذا، الوول ثيكنس كذا، نمبر اوف ستادز ريكومندد طبعا اكيد مكتوب لكم دلوقتي على الـ LMS ان احنا هنغير كلمه ستادز دي لانه زي ما انت شايف كده في ديزاين اكسلريتور يا تستخدم بولت ثرو بولت يا اما تاب بولت مفيش الاستاد واحنا عايزينك تستخدم ديزاين اكسلريتور مش تحسبها حسب عاديه فبالتالي هنغير الاستاد وهتستخدم تاب بولت نمبر اوف تاب بولت ريكومندد بيقول لك 8 والنوع بتاعهم او يعني المقاسات بتاعتهم ام 16 في 1 وربع طبعا فكره هو ليه قال 8 انا معرفش انتوا اخدتوا حسبه البريشر فيسل او عملتوا مساله عليها في التوتوريالز او اتكلمتوا عنها في المحاضره
في مسألة نزل لنا في الشيت دي علاقة بالبريشر فيسل، خطوها ولا هتحلوها في الواجب ولا مطلوب فيها؟ نفرض الاسايمنت نحلها. طيب، هو عموما البريشر فيسل هي حاجة زي اللي عندك في الصورة دي كده، اسمها بريشر فيسل ليه؟ لان هي عبارة عن اسطوانة جواها سائل مضغوط، سائل او فلويد، خلينا نتكلم بطريقة جنرال اكتر، فلويد مضغوط، مائع مضغوط، تمام؟ فانت حاطط كفر على الاسطوانة المضغوطة دي من الفلويد من جوه، حاطط الكفر، الكفر ده متربط بمسامير. فلو كنت هتحسبها بالحسبة بالورقة والقلم بيبقى ليها طريقة. خلينا نكمل بس عشان يعني هو احد المطالب اساسا في مسألة زي كده ان هو يقول لك هو انت محتاج كم مسمار. هنا بقى مديها لك كرقم، يعني هو ساعدك كمان، فالمسألة دي هتبقى اقصر من المسائل العادية. بعد كده البولت بيتش سيركل ديامتر، يعني بيقول لك ان السيركل اللي عليها السناتر بتاعه المسامير دي على بعد عن السنتر 175، يعني الديامتر ده 175 ديامتر، ده كده اللي عليه السناتر بتاعه المسامير، مش كده اسمها بولت بيتش سيركل ديامتر. البريشر انزايد فيسل ان وركينج ستاتس، يعني لما البريشر يبدا يزيد جوه الفيسل اعلى ماكسيمم بيبقى 2 ميجا باسكال. الريزيدوال لود ان ذا كونكشن شود بي وذين ريكوايرد سيفتي فاكتور، اللي هو ان 3، يعني سيفتي فاكتور هيبقى ان 3. فانت هتبدا تحل مساله زي دي كده ازاي؟ طبعا انت ما ينفعش تاخد المساله تروح على ديزاين اكسلريتور وتحل، انت لازم شويه حسابات ورقيه. اولا الحسابات الورقيه دي اللي هي طب انت عندك البريشر جوه الفيسل من الفلويد، شوف بقى هتعمل ايه علشان تعرف اللود اللي على الكفر. وبعد ما تجيب اللود اللي على الكفر يبقى اللود ده هيروح على المسامير، شوف اللود هيتنقل ازاي من الكفر للمسامير، يعني هيتنقل نفس الرقم ولا هتقسمه على ايه ولا هتضربه في ايه وهكذا. اتكلمنا شوية عن ازاي تنقل الاحمال من الستركتشر على المسامير في البراكتس الاسبوع اللي فات. بعد ما نقلتهم على المسامير كده انت جبت البي اكسترنال. والله لو البي اكسترنال كلها اكسيال يبقى هتحطها كلها اكسيال، لو في جزء منها تنجنشال يبقى تحطها جزء اللي منها تنجنشال زي ما هو، مش هتحوله الاكسيال. يعني زي ما اتفقنا ان ديزاين اكسلريتور بيعتبر ده الواحد وده الواحد، مش بيحسب الاثنين زي بعض مع بعض، يعني زي ما احنا بنعمل في الحسابات الورقية يعني. تمام، بونس ان انت جبت البي اكسترنال فورس على الجوينت، بتبدا ان انت توقعها في الديزاين اكسلريتور، وهو مديك كمان السيفتي فاكتور ده برضو هتوقعه. بقيه الدايمنشنز دي هتفيدك وانت بتحسب كل المطالب اللي احنا قلناها دلوقتي، هتفيدك بطريقه ما او اخرى يعني. طبعا انت عندك النمبر اوف بولتس، فهتحتاج نمبر اوف بولتس برضو في الحسبه. اللي انا عايز اقوله انه لو انت كنت هتحسب الحسبه دي كلها ورقيا بقى، كنت هتروح ترسم المخروط التاثير اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت، واكيد شرح لكم في السكاشن مخروط التاثير اللي منه بتجيب السي جي والسي بي والكلام ده كله. مخروط التاثير هو اللي بيقول لك انت هتستخدم كام بولت. مش اتفقنا من المره فاتت ان مخروط التاثير اساسا هو بيقول لك قد ايه من الجوينت حاسه بوجود مسمار، وقد ايه من الجوينت مش حاسه اساسا ان في مسمار. فانا عايز البريشر فيسل دي ما يطلعش منها فلويد، يعني تكون مضغوطه داير ان داير على ال 175 ملي متر اللي هم البولتس بيتش سيركل دايمتر، داير ان داير ما يكونش في اي حته من الجوينت داير ان داير مش تحت ضغط. انا عايز كلها تبقى تحت ضغط حتى بعد ما اعمل الاكسترنال فورس، يفضل الريزيدوال فورس كومبريسيف طبعا على الجوينت.
فلو انت بتحسبها ريزيدوال، لو انت بتحسب اناليتيكال، فانت لا، انت بنفسك اللي بتعرف اسنان المسمار بناء على الكون اوف افكت او مخروط التاثير اللي انت بتبقى رسمه بالورقه والقلم، طلع معاك عرضه قد ايه، اكبر عرض فيه قد ايه، فالعرض ده هو يعني باستخدام البيتش سيركل دايمتر. والله انا محتاج كذا مسمار علشان الجوينت دايرن داير كلها تبقى حاسه بوجود مسامير، فبالتالي كل جوينت دايرن داير تكون مضغوطه. تمام، طبعا دي حاجه مش هتفيدك هنا في الحسبه دي، بس انا قلت اقولها لك على جنب كده علشان لو انت مطلوب منك يعني ان انت تحسب حسبه انت محتاج كم مسمار، يعني مش دايما بتبقى جيفن، حتى يعني ده بالنسبه للتوتوريالز حتى عندكم. في فيما يخص الشغل، سؤال انا مش عارف السؤال قبل كده. ده على فوق، طب ممكن اجيبه؟ طيب ايوه، هو البولت بيتش سيركل دايامتر دوت يعني هدخله او هستفيد منه بايه في الاوتو ديسك اسمها ديزاين اكسلريتور؟ هو يعني اعتقد الديزاين اكسلريتور مش يعني مش هتستفيد من الحته دي في حاجه في ديزاين اكسلريتور، يعني مش هستفيد منها اساسا في حل المساله على الابلكيشن ولا ايه؟ لا، في ارقام قدامك هتستفيد منها في الاناليتيكال، الحسابات الورقيه اللي قبل ما تخش على الديزاين اكسلريتور، لان ديزاين اكسلريتور عايز يجيب من الاخر، قول لي المسمار ده او الفورسز اللي على المسمار، وانا اطلع لك الانيشال تنشن والتايتنينج تورك والستريسز والسيفتي فاكتور. فهو مش شايف البريشر فيسل كلها، هو شايف مسمار، المسمار ده على اكسترنال فورس ايه، انت تروح تجيبها بقى. فانت انا فاهم الكلام ده، انا فاهم الكلام دوت، بس هي الفكره في ايه؟ الفكره ان مثلا حاجه زي البريشر جوه الفيسل دي مثلا هحولها الفورس وبعد كده هشوف هحولها ازاي على عشان تبقى على المسمار، دي مفهومه. انما البولتس بيتش سيركل دايامتر دوت دي هحسب بيها او يعني هستفيد بيها في ايه اساسا؟ يعني ممكن تستفيد، يعني الاستفاده الوحيده ليها انا شايفها تبقى في التوتوريال مش عندنا هنا، اعتقد ان انت هتقسمها على اعلى عرض للمخروط التاثير، تروح تجيب بيها number of bolts. فاهم حاجه؟ تمام. ده لما يسالني على عدد المسامير علشان كل الاطار الخارجي دوت يكون مضغوط بالظبط. بس انا عندي هنا مش عارف، بالتالي ما لهاش استخدام هنا. خلاص تمام. هو اصلا عشان الاوتر دايمتر يا باشمهندس. الايه؟ الاوتر دايمتر. ماله؟ فين ده؟ هو فين؟ مفيش اوتر دايمتر هنا. ايوه، وانا مش هحتاجه يعني عشان قصده هو مش تمام. لا مش محتاجينه في اي حاجه، يعني عشان اعرف اللوكيشن بتاع البولت نفسها. لا احنا عارفين اللوكيشن بتاع البولت من البيتش سيركل دايمتر وما استفدناش حاجه، يعني المعلومه ما استفدناش منها في حاجه حتى. انت عايز تعرف اماكن المسامير ليه في الحسبه دي بالذات بقى؟ يعني انا مش عايز ابقى بحل لك المساله، وانت مكان المسمار مش هيفيدك في اي حاجه. طب الماتيريال افرضها باي حاجه ولا ايه برضو؟ لا يعني شوف، لو انتوا بتعملوا حاجه معينه في التوتوريالز، شوف الماتيريالز لو في سجستشنز معينه، لو في اقتراحات معينه لانواع مسامير بتستخدموها من المحاضره او السكشن، افرضوا المسامير بالماتيريال دي والفيسل. يعني هو دايما بيبقى ستيل، يعني هو دايما بيبقى ستيل، بس هو انا شفت في التيبل في ستيل، يعني ما فيش ستيل واحد بس في كذا ستيل. ف خلاص يبقى غالبا يعني دي من الحاجات اللي انت هتشوف، والله الفرض بتاعك طلع سيف كان بها ما كانش سيف، هترجع وتغير الماتيريال. ارجع اغير بقى. تمام. خلاص انه باشمهندس في اللاب ريبورت محدد الماتيريال، لاب ريبورت محدد الماتيريال قدامي دلوقتي ولا ريبورت تاني؟ لا اللي نزل لنا. اللي نزل لكم. اوكي تمام، انتم ملتزمين باللي نزل لكم. لو هو اوريدي محدد ماتيريال خلاص انا ما اعرفش، انا ما بصيتش عليه، بس النسخه
كان محدد لكم الجزء ده كاست ايرون صح ولا هو محدد في اول مساله مش تاني واحده؟ ايوه مش محدد المساله، مش محدد ماتيريال المسمار في البريشر فيسل، لكن في المساله بالظبط. الثانيه في البليتا كاست ايرون وحاجات كده غريبه يعني. لا انا قصدي البريشر فيسل مش المسمار بقى، الجوينت نفسها الماتيريال هتبقى ايه؟ محدد ولا مش محدد؟ لا مش محدد ولا محدد ده ولا ده. اوكي طيب بس انا احنا ممكن بقترح ناخدها من المسألة الأولى. المسألة الأولى محدد في المسألة الأولى؟ الجوينت والبولت. ما هو قدامي اهو. طب ما هي قدامي، هي فعلا هو محدد ايزو 4000 بس ده جيومتري، ده جيومتري مش الماتيريال. يمكن مش الفايل اللي قدامي ده ماشي يعني. بس انا كان قصدي ايه، انه غالبا المنظر اللي انت شايفه ده غالبا ممكن تكون اتصنعت بالكاستنج، فممكن تبقى كاست ايرن مثلا يعني. ايوه احنا ممكن نوحد الماتيريال في المسألتين. ماشي اوكي. المهم في نهاية الأمر إن الحاجة تطلع صيف. بس يعني ويعني أنت بتخش على المسألة ببعض الحاجات بتعملها assumption، وبعض الحاجات بتطلع من المسألة بالترايل أند ايرور يعني. فده بالنسبة للمسألة الأولانية، التانية مش هتختلف كتير. هو فعلا على فكرة في شوية materials أنا شايفها قدامي، الجوينت and bolt materials اهو، ستيل كذا كذا كذا، وماليبل كاست ايرن زي ما انا كنت بقول. الجوينت نفسها معموله من الكاست ايرن، لكن البولت معمول من الستيل كذا كذا كذا. تمام، ف زي ما تحبوا يعني. بس كده برضو نفس الكلام، الديزاين اكسلريتور ومنتظر منك تبقى حاسب الاكسترنال فورس علشان يروح هو يكمل لك بقيه الحاسب. شونس عندي سؤال، هو البايف المفروض ان انا ارسمها بالتفاصيل دي ولا بمجرد الابعاد اللي هو مديها لي؟ يعني انا شايف فيها تفاصيل واكتر مختلفه. انت مش هترسمها اصلا تقريبا؟ هو ما انا هعمل ايه؟ لا احنا هو مكتوب تعمل ايه؟ design the bolted connection required to fasten a cover. design the bolted connection يعني انا محتاج اعرف التصميم هيكون مسمار نوعه ايه والجيومتري بتاعته ايه، ومحتاج اعرف هل هو هيكون سيف ولا لا، وانا مديك سيفتي فاكتور. فهتروح تعمل حزبة المسمار من اولها لاخرها، بس في جزء طبعا احنا اللاب هنا هنعمل جزء بس لحد الاكسترنال فورس هيبقى اناليتيكال بالورقة والقلم، وبعد كده يبقى في جزء اللي هو بالديزاين اكسلريتور. طب مش عشان انا اصلا اديله الديزاين اكسلريتور ده المفروض اديله رسمه ولا لا؟ انت انت هو مش بسهوله ان انت تديله الرسمه فيحلها هو بدايه يعني من ما قبل كمان البي اكسترنال. لا هو طالب بس البي اكسترنال، هات انت ده كده اسهل لك على فكره. انت لو هترسم كل ده كده اصعب. انت بس احسب له البي اكسترنال ودخلها على البوكس اللي احنا كنا فاتحينه من شويه في الانفنتور اللي هو الديزاين اكسلريتور. تمام. فهمت. ايوه تمام. وطبعا لما تحسب الفورس على المسمار الواحد، لما يجي يقول لك عدد المسامير ما تقولوش 8 مسامير، ما هو انت حسبت الفورس على المسمار الواحد فخلاص شكرا كده، يبقى تكتب له ده مسمار واحد. تمام كده، حد عنده مشكلة تاني؟ طيب كده المرة دي أعتقد مفيش حاجة تانية نقولها حتى في الانفنتور. المرة الجاية هنكمل إن شاء الله برضو انفنتور شوية تفاصيل تانية. بس خدوا بالكم، ادخلوا دايما على ال ام اس، شوفوا الاساينمنت المطلوب، ابدأوا حلوا من دلوقتي، واعملوا ريبورت بالطريقه اللي اتقالت لكم يعني. ما اعرفش
طبعا يعني انا قلتها يمكن اول مره سكرين شوتس طول ما انت شغال على الخطوات الاساسيه على الاقل. الريبورت اتكلمت عنه المره اللي فاتت ازاي بيتعمل، يعني زي ما انتوا بتعملوا في اي ماده تانية كفر بيج، يعني ريبورت يعني اسامي بتاعتكم في الكفر بيج وهكذا، وبعد كده ممكن بقى خطوات الريبورت انترودكشن والخطوات وما الى ذلك. بس هنكمل. هو جروب ريبورت يا باشمهندس؟ نعم؟ هو جروب ريبورت ولا كل واحد؟ لا جروب، جروب. تمام. المرة الجاية إن شاء الله هنكمل برضو انفنتور. طب ممكن سؤال؟ إيه؟ ممكن سؤال؟ بس ثواني عشان ما انساش الحتة دي، الـ MS خشوا عليه واعرفوا يعني كل ما بيكون في كومنت جديد من هيئة التدريس على الاساينمنت دايما هتلاقي الكومنت ده مكتوب في ال MS. يعني اعتقد النهارده كتب لكم او امبارح كتب لكم كومنت على تغيير الاستاد بتاع المساله بتاعت البريشر فيسل، خلوه تاب، مش عارف كتب لكم ولا لسه. فاي حاجه زي كده يعني ممكن تتغير، وانت لو انت مش بتتابع ال MS مش هتعرف المعلومة الجديدة دي. فدايما تابع وخلي بالكوا الديدلاين غالبا تسليم الريبورت هيبقى الأسبوع اللي بعد الجاي، الاثنين اللي بعد الجاي، صح ولا أنا متهيألي؟ انتوا مش متابعين للمس أساسا؟ ما عنديش خلفية والله، دوت لسه ما دخلتش على LMS يعني. طيب يعني ما اخش على LMS، بس مبدئيا اعتقد انه تسليم الريبورت هيبقى الاسبوع ده بعد الجاي، بس اخش على LMS اتاكده برضو. اوكي ماشي، لو حد عنده سؤال يتفضل، بس يعني ما حدش يمشي قبل ما ادوس على زرار الغياب. ما حدش يمشي قبل ما ادوس على زرار الغياب. انتوا ممكن تعملوا تقفلوا الريكورد بدل ما يسجل، عمال يسجل زيادة يعني اللي كان مسجل.